The quality looks so good. Wow. I'm back. Your favorite YouTuber, TikToker, Instagrammer is back. I know it's been a very, very long time. من آخر مرة هبطت for some reasons. وليت نبخل باش نصور. معناتها مش كيما الصيف. ثلاثة فيديوهات اللي صورتهم تاعي في الصيف كانوا. أما توا قراية ودرا شنو بلا بلا بلا. ننسى باش نصور. مش ننسى ديما نحب نصور ما لقاش وقت عرفت. ما لقاش فكرة بيا بعد نقول ليها باش تكون خايبة. لازم يعرفوا مش تعجبهم ولا شنو. Never mind. المهم I'm back. كي نخدو في التايتل تاع الفيديو. We're gonna let TikTok filters decide or choose my makeup. أول حاجة عملتها غسلت وجهي خاطر كيما تو مثلا كي رجعت من القراية ووجهي تعب على الأخر وكله جراثيم وكله هواء جاف واستعملت الجيل موسون تاع إزفيغ تاع أما استعملت الأزرق. أنا دابيتود نستعمل الأخضر هذا أما المرة ذي استعملت الأزرق خاطر حبيت نجربو. جربته أول مرة معك وقعدت الرغي في الرغوة 10 ثواني كيكا 10-20 ثانية. A friendly tip من عندي تنشفوا بمنشفة متاعكم انتوما متاعكم اكاهو تنشفوا بها وجهكم اكاهو سينو نشفوا بابيي سويتو باش تبعدوا الجراثيم خاطر كي تستعملوا منشفة متاع الداخل الجراثيم تاعهم باش يجيو على وجهك وبعد تصير خوضة وتطلع لك حبوب ويطلع فزيت. بعد غسلت وجهي نستعملوا مويسترايزر باش نرطبوا وجهي. أنا نستعمل مكياج من غير مويسترايزر باش تصير خوضة في وجهي باش تصير حرب. من بعد نعمل مساج للجولاين تاعي نريقلوها وتولي عندنا هكا بيرفكت جولاين. من بعد خذيت ماسكارا ترونسبارون و او ميم طون يعمل الحواجب. That's it. توا ماي سكين از 100% ready for makeup. Yeah. قبل ما ندخلوا في اللعبة نتاعنا تاع تيك توك والفلترز اول حاجة لازمني البيس بيان سور الفاونديشن وباودر و كونسيلر او ميم طون باش نجاوب على الاسئلة اللي سالتوني على انستغرام. بعد شعري على وجهي بالباهي خاطر باش البرودوي ما يدخلش الكل. الفاونديشن اللي نستعملو ريفولوشن هذا الكفرج نتاعو باهي على الاخر و اتس تشيب بارابور للفاونديشن الاخرين في تونس. The first question من عند ليزا 2008-13 قالت لي who's your favorite Kardashian. Khloe Kardashian she's the best to be honest. الاخرين تحسهم دراماتيك. كورتني خاطر البيرسوناليتي نتاعها محليها تحسها فدلوكه وجو صاحب الجو. وكايلي خاطر she's smart she's successful. تبعتو الشو معناتها ظهرت لي كايلي من الاول كالي ما هيش serious او من بعد كي كبرت عرفت كالي تبدلت وكل ولد اكبر اصغر بليونيرة في العالم اصغر بليونيرة في العالم ولا نعمل الفاونديشن بالبانسو خاطر نسيت البيوتي بلندر عند صاحبتي في دارها. نبارك مبروك باي ذا واي. رمضان بتاع السنة نحسه مش كما قبل. رمضان قبل تحسه جو وصيف وكل شيء معناتها سنة قراية وفغارات فرض وقت. الكونسيلر ما عند ريفولوشن زادا الكفرج نتاعو باهي زادا. رؤية قالت لي what do you do when you feel tired of life. Good question. نحاول نعمل الحاجات اللي نحبها نحاول نبعد على الحاجات اللي تستريسيني مثلا أنا نقوم نعمل ميك اب نقوم نبدا تعبة فادة على الاخر نقوم نمشي الماكياج سينو بيان سور اي جو تو ذا جيم. مشعور مش نورمال كي نمشي نترينا نحس بفرحة على الاخر على الأقل نجم ننسى the reason اللي أنا I'm tired of life. عملنا البيس توا ناخدو powder نحطو على وجهي كم الكل ماهيش baking. عداو الأهم part of this video اللي هي choosing the filters. نبداو أول حاجة بال eyeliner. جيني هكا هابط الوينغ هابطة شوية وهذايا هابط كيف كيف ولازمني نرسم فازات جسام الأشارة وخذ الأيلاينر متاعي وفي جملة كالي شاح بجملة كالي معاش في حتى قطرة. يا أخي كمانديت أيلاينر أما مازال ما جيش نتعذبو شوية. Oh we good
شنو الفيديو اللي تحبوا نصوره لكم في المستقبل؟ بلي ما تقولوا ليش مورنينج ونايت روتين، خاطر بالحق ما عندي ما نعمل، ما نعمل شيء. صباحي تغمون كان يقوم السبعة ونص، ما مش سبعة ونص، ما تدى تفايق فيها الستة ونص، نقوم كان السبعة، ما نعمل شيء. ما في العادة نلبس طول حواجي، حكاية نلبسها، نلبس كابوتي ونخرج. What is your opinion about... والله could you choose أحسن مسلسل تفرش فيه رمانسني الحرقة. الحرقة واو، بالحق واو، الحكاية، التصوير، الممثلين، كل شيء. بون الحكاية مش واو على الأخر، ما معروفة الحرقة كلمة سينو فوندو والبراءة. إذاك شنو إذاك فاش تفرشت؟ فما دي بيرسوناج ما يستحقوش يظهروا في التلفزة حقيقة، وبرشا ممثلين يستحقوا أنه يكونوا غاديكا بالمواهب وعندهم موهبة عندهم كل شيء. ما شتحبوا تعمل الدنيا تعطي الغفاص. بقى الحكاية متاعو فهمتهاش، ولا كل رهيب عاد يعني يزرق رهيب شعره بجيل وعيني يزرق، فهم وحدك. نمبر وان دي ما يقعد يشوف لي حل والله. يس اما طبعا البارتي صعيبة اللي نعمل ياه بيعملنا ملكتها جد بيه في الأول بقى نقعد ريكلة. هولي وا مش خايبة واي. We good, it's not that bad. Impossible. ده تفكرت لي لازم نعمل عشرة وقبل لا ينير. أول حاجة هو شنو وجهني للعشارو تنحاول نعمل فوقه، أما أمبوسيب النجم تنحي الوينج اللي نورمالمون تجي لنا، الوحدة اللي نورمالمون تجي لنا، ونحطو جليتر أزرق. نتعداو للكويستشن اللي بعدها. Your favorite place in Tunisia. جربة تعرف مكذبش لسماء جزيرة الأحلام، من العبيد، من البحر، من الوتلة، من كل شيء. أحسن بخم شي درها إيش بستيز الأمنى إشارة وأزرق بين تعديو للفيس تاتو. فيس تاتو جينيها جيني يد كلب، تق كلب ولا يد كلب ولا أنا شو صار. فيس بينت خير من أشهر نصور هذا نستعمله في الهالوين لفري بيتك كيف يتحل أصيبه كيف يصير كلب سي دورة كيف دورة صغار يا جتني أنا واحدة بالناس ما يعرفوش الملعبات دي ما يعرفوش نرسمو الحق ما مليان صغيرة ما عارفش نرسم، عمري عرفت نرسم حاجة تصلح. لحظة I think it's good. I think we're good. Oh my god, it's so cute, girl. Yeah, face tattoo done. Eyeshadow done. Eyeliner done. Is it a lipstick و piercing و freckles. Yeah. Fun fact, how am I with freckles؟ عمري ما حاولت وما نجمت وما اما I love freckles though محليه مع الاخر. نتمنى كان عندي مش زعما ركب لها شزن عمري نجمت ركب محدي نافق عليها بان نتعدي للفريكلز توا هما لهنا. شنو وجهني ادعيولي خاطر بالحق اول مره نعمل
يبيلي يعملوا برشا نكت، بعد ناخد صبعي ونعمل استعملت اللون هذا وهذا، هذا مزوز حطهم خلطهم باش يعطيو بني باهي. جربت برشا حاجات اليوم، جربت معاكم الفريكلز اول مرة، وجربت نعمل الايلاينر هذا اول مرة، وجربت فيس تاتو اول مرة. بالفريكلز اللي جاوني نرسم سمايلي فيس منا وفيس متغشش منا. نتعداو نجاوب على سؤال اخر قد يطولكم. والله انا بدي معلش كل مرة كيفاش، ما هنا مش كل مرة كيفاش، في بالي حسب ما نعرف مترو 61 مترو 65 حسب 53. انا الفريزة حمرا وهيجة، كيتاتي صفر زادوني بهجة وصر واي. نعلم بالفيس بينت وجهي يضحك. اي اي سهلة سهلة مهلة سهلة مهلة سهلة مهلة. هيا من اول مرة جبناه زي المزة. ليهم ليبستيك ليبستيك اخر حاجه خليها بيرسينج. خلينا نبداو باي لايننج ماي ليب ليبس. من بعد يظهرلي باش نستعمل اي شادو خاطر ما عنديش اللون فات. The worst thing انك تحط اي شادو على شفايف، والله مش هاني نعمل. مرة عملتها خاطر ما عنديش لبستيك اكحل في الميك اب لوك هذا، ما لقيت مرامي خي حطيت اي شادو. It was the worst. انا بسيف نشوف المي بسيف ماني ناكل وخايف عليه لا يتنحى اكثر من خايف على روحي. My next question عند ايمن بن best year and why 2020-2021 was so good. محلية العام ذاك اول 2020 اخر 2020 ما خيبو. دونك اتسي احسن عام 2020 2020 ياسر محلاه. امان 5 شهور ما قيناش، كان لي قعدت فيهم في الدار وبديت تيك توك وعملت برشا حاجات بدلوا لي حياتي كوا. بديت نعمل حاجات تصلع وكان لي لقيت روحي. سؤال اخر، if you can describe yourself in two words what would it be. bad sleep period. نمو هذا الكولور غراف الميك اب ما شغل الايشار واللبسك ما جاوش على بعضهم بالجمله. شنو رايكم في مكياجي واناقتي وجمالي؟ بيرسينج. هاي الفيديو بتاع بيرسينج جاتني سبتم، اما سبتم مقلوبه في نور امين. الزهر جاتني البيرسينج هذيك، عندي سبتم هكا، شوفوا يدي عندي سبتم عادية دونك نجمو نقلبوها تولي هكا. هربت. الميك اب مش خايب لك الدرجة اما at the same time بس ما عملتش حواجبي نعملهم بالايشارو بني فاتح على الاخر خاطر كان نعمل لك حل نجم نحط برشا بفاسون اللي تراسيني نقعد نفسخ ونعاود ويجيو هكا كبار برشا وكحل برشا تولي درا كيفاش. دونك البراون احسن حاجه تستعملوها. That's basically it. البيرسينغ صغير على الاخر بس ما يتظهر. حسيتو درا كيفاش، حسيتو ياسر يخوف ياسر قديم. ما تحسوش الميك اب تاع نسي قبل كي لقيت تصوير تنحطه لكم هذا اللي كيما تاع نسي قبل بالضبط. حمير روز ولا احمر وعين زرق وكحل، دي كانوا يعشقوا كحل يا دي ما تحكي لهمش.
Anyways, thank you guys for watching. إن شاء الله الفيديو عجبتكم. قولوا لي في الكومنتس شنو تحبوا فيديوز أخرين. Don't forget to subscribe. انزلوا على البوتون الحمراء. بعد تنزلوا على البيل الصغيرة باش يجيكم notification كل ما ميس تهبط فيديو. Yeah. Don't forget to like this video. نتقابلوا في فيديو جاية. يلا. Yeah. Bye bye.